رح ننتقل للأب أنطوان دويهي، كاهن رعية منطقة غبالة الكسروانية. إن شاء الله ما أكون غلطت بالعنوان. وصباح الخير أبونا المجد لله. بونجور أبونا. دايما لله. يعطيك العافية. الله يعافيك. بسبت النور أهميته بالكنيسة، كتار بيسألوا ليش تقرع الأجراس فرحا الساعة 12 الظهر مع أنه القيامة هي فجر الأحد. وإجمالا نحن بنعرف أنه المسيح لحظة موته هي لحظة عبوره للحياة الأبدية. نعم. بمعنى آخر أنه القيامة تمت بلحظة موته. السبب نحن ما عندنا حزن على موت المسيح، لأنه نحن نؤمن أن المسيح قام لحظة موته. لهالسبب نحن بنقول أضحى للموت معنا، هو صار باب للعبور إلى الحياة. نعم. صار هو جسر هالعبور، أو إذا بدك مصعد من خلاله بيعبر الإنسان من هالأرض للسماء بواسطة يسوع، يلي كان هو أول شخص عبر للحياة الأبدية. لسبب بيقولوا أنه نزل إلى مثوى الأموات، ويدعى سبت النور لأنه أنار مثوى الأموات وأصعد معه كل هالأشخاص يلي ماتوا. ونحن منعرف حسب إنجيل متى كيف تفجرت القبور وصعد كل الأموات ودخلوا إلى أورشليم، أكيد مش أورشليم الأرضية، أورشليم السماوية. وعلى هالأساس نحن منقول أنه المسيح قام في اليوم الثالث، تنقدر نستوعب وجوده في القبر ثلاثة أيام، جمعة وسبت وأحد. إنما نحن من دق الجرس يوم السبت الظهر لنعلن انتهاء الصيام، بس نحن بأي لحظة من لحظة موته نحن نستطيع أن نعلن أن المسيح قام. أبونا يعني الصيام بيخلص السبت الظهر، لأنه كمان كل سنة بيصير فيه هيك أخذ ورد إذا هو السبت الظهر ولا لا لبعد قداس نهار الأحد. إجمالا نحن منقول لأنه الصيام بيبتدي من منتصف الليل لغاية منتصف النهار، الصيام ينتهي السبت ظهرا، والسبت الوحيد في السنة يلي الكنيسة الشرقية ككل بتصوم فيه هو سبت النور. نعم. نحن بالنسبة لنا يوم السبت هو يوم راحة عند الله ونحن نستريح معه، يعني ما في زعل صيام. طالما عم نحكي بالأمثال لليوم. نعم. إلا لريتا أنه بزمان وبعده لهلأ الستة كانت تقول ما بيصوم سبط النور بيوقع بالتنور. إيه سامعه؟ صح. نعم. إيه أكيد. يعني مش بالمعنى المجازي التنور أكيد. يعني النار. التنور يعني النار صح. نعم. يعني نار جهنم يعني بيقولوا، بس أنه تعابير هيدا إحنا بالنسبة لنا أكيد مش اللي بيصوم بينزل على جهنم يعني. نعم. مش لهالدرجة. إيه بقى كنا عم نقول أنه في أشخاص بيطووا يعني مظبوط من الخميس الظهر، من الخميس بالليل بيتعشوا بيبطلوا يأكلوا لبعد أحد، لبعد القياس، لبعد القياس القيامي. يعني أحيانا إذا قدسوا نص ليل بيقدروا يفطروا يأكلوا من بعد قداس نص ليل، وإذا ضلوا لتاني يوم ولو ضل القداس قدسوا الساعة 11 إجمالا طوية بيطوي الواحد لوقت ما يقدس. نعم. وفيه يعلن أن المسيح قام. نحن ككنيسة بالنسبة لنا حاليا ما عاد فيها الاهتمام كتير بالقداس والأشياء، بس أساسا بالنسبة لنا ما نعلن قيامة المسيح إلا بعد أن نحتفل بالقداس، لأنه القداس هو إعلان قيامة الرب يسوع من بين الأموات. اليوم في صلوات كتير حلوة تقال بالكنائس، يعني أهم شيء صلاة الغفران اللي تقام الساعة 11 إجمالا قبل الظهر، واللي فيها نحن من نرجع لربنا بالتوبة من خلال
مسيرة 40 يوم صوم وأسبوع آلام حوالي 50 يوم. خلال هالخمسين يوم نحن بنكون عم نستعد لأن نعبر بحياة جديدة، إذا بدك بمعمودية جديدة، أو نتذكر معموديتنا، والمعمودية هي أنه نترك حياة ماضية ونبلش حياة جديدة مع يسوع. يسوع يلي ترك الحياة الزمنية وعبر إلى الحياة الأبدية. نحن روحياً ناخذ هالفكرة، نحن عم نتوب عن حياة ماضية تنبلش حياة جديدة مع ربنا يسوع. حلو. طيب أبونا، السنة اكتشفنا شيء جديد أول مرة يمكن بتعملوه بالكنائس، هو الصلاة عن بعد والقداس عن بعد. قديش هيدي التجربة هيك فينا نقول عنها ناجحة ولا لا؟ هي بس هلأ لأنه مضطرين عليها. هو دايما نحن بناخذ الناحية الإيجابية من كل حدث، يعني هو اختبار. السنة كان عندنا اختبارات رائعة من خلال هالصلوات في المنازل. أولا بالنسبة لنا مناولة باليد، بلشنا أول شيء مناولة باليد. ما تتصور الكاهن أو القداس بيكون عم بيقدسه أو المدي بيكون عم بيقدس، قديش بتكون رهبة إنه يحمل الإربان بين إيديه. كانت حلوة كمان هالمؤمنين السنة يكونوا عم يحملوا هالإربان بين إيديهم ويحسوا بعظمة ربنا، قديش متواضع يقبل يكون بين إيدين هالمؤمنين تهني يتناولوا جسد الرب بإيدهم. تاني شغلة، لما انحجرنا وصلنا ببيوتنا قديه كانت حلوة كمان، اختبار من نوع آخر. نحن طول عمرنا عنا المناولة الروحية. أحيانا كثير الواحد كانوا الأباء القديسين وكانوا القديسين بحد ذاتهم يقولوا لهم فيكم تتناولوا روحيا ولو كل ساعة. شو هي المناولة الروحية؟ إنك أنت تطلب من ربنا يجي يسكن بقلبك. أنت لما بتتناول عم تاخد هالإربانة، إنما روحياً كمان فيك تاخد إربانة روحية، أي أن تقبل أن يكون يسوع دائماً في قلبك. وبالنسبة لنا إذا كان الله معنا، ما بتفرق إذا كنا نحن بالكنيسة أو بالبيت. وهوني يعني كنت لوم الناس بيقولوا نحن قاعدين بالبيت مش عارفين شو بدنا نعمل، سنين وضجرانين وبلش يدب صرنا في غضب في هالاشياء. اذا كان الله معنا لا بده يصير فينا هالاشياء كلها، ما نحن بنكون بحد ذاته مستعدين. اذا حبيب بحب حبيبه لو وين ما كان بيكون مرتاح مع هالحبيب. وربنا اذا كان معنا وين ما كنا، ان كنا محجورين بالبيت او موجودين بالمستشفى او موجودين بحبس او وين ما كنا موجودين، من شو بدنا نخاف؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ وإذا كان ربنا معنا وقاعدين بالبيت ليش بدنا نكون مزعوجين؟ بالنسبة لي أنا ما تغير شيء، إلي شهر أنا مش تارك البيت وكأنه عم بعمل كل شيء ومرتاح فيه. المهم هي تكون الأمور إدي أنا قادر أقبل يسوع بحياتي، وإدي قادر اخدوا زويدي لقلي كل ساعة كل ربع ساعة كل ما يكون عم صلي ويجي ويقعد بقلبي. ساعتها عم بتناوله روحيا، وساعتها اكيد منه كافي بالنسبة لنا انه ناخده روحيا، انما بالوقت الحاضر طالما عنا هالخيار انه اتناوله روحيا وما عندي غير خيار، لا ما بعمله. نعم. اكيد أبونا. انا عم اقدس بس انه وبرضو عم باخد ربنا بطريقه روحيه كمان. قديش هذا الوضع اليوم يعني رجع الناس لربنا؟ انا من خلال الشغله مثلا هالجمعه قضيتها كل يوم عندي ساعتين صلاة على الواتساب. نعم. صلي مع جروبين، ما تتصور الناس قديشون رجعوا لربنا. الحمد لله. ويمكن ها احدى الطرق اللي ناخد من إفادة من هالوباء يلي انتشر بالعالم كله، انه اشخاص كتار
رجعوا لربنا. أكيد هالجروبين هن دايما بيصلوا كل شيء، بس ما ولا مرة صلينا مع بعضنا، كنا نقضيها نبعت حزازير، نبعت نكات، نبعت أخبار، نسلم على بعضنا، بس ولا مرة كنا عم نصلي بهالطريقة، نفتح على بعضنا أو نبعت مساجات فويس صلوات وكلنا عم نتشارك آمين، عم نتشارك بقراءة الرسالة، بقراءة الإنجيل، بتراتيل نبعثها لبعضنا. هل اختبار من نوع آخر قربنا من بعضنا أكثر. حلو. عدا عن أنه نحن بقلب البيت، يعني أهلي إلي 25-26 سنة كاهن، مش شايفيني يمكن 25 يوم خلال هال 25 سنة. هلأني إلي شهر قاعد بالبيت، إلها فرصة مش رح تصير مرة تانية، فعم يستفيدوا قد ما فيهم من وجودي بقلب هالبيت بأمور كتيرة. وهيك بتصور كل واحد، البعض عم بيبعت بيقول انه يا ريت بتستمر الصلوات ونقل الصلوات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لانه في مرضى وكبار السن واشخاص معوقين بمنازلهم او باماكن الراحه، يعني كمان بيشاركوا بهذا الموضوع. في تلفزيونات دينيه على طول بتعمل هيدا الشيء، يعني بضل في التلفزيونات المحليه. بس ابونا هون عندي سؤال انا كثير اساسي، لما بتقولوا انه هيدي الفتره قوت الايمان ورجعت الناس لربها، هون بدنا نفرق بشغلة، رجعت الناس لربها لأنه هيدا الشخص خايف من الفيروس، وبالتالي بكرة بس يخلص الفيروس، بس يخلص عامل الخوف بيرجع مثل ما كان، ولا لا لأنه عرف حجمه قديش هو ضعيف وصغير بهيدا العالم؟ يعني هون في فرق بين بين النظريتين. أنا بالنسبة لإلي دايما بناخد الناحية الإيجابية. هلأني أكيد في أشخاص لما بيخلص هالوباء رح يرجعوا لحياتهم الطبيعية، أكيد. بس أكيد في أشخاص كمان رح يكون في قفزة نوعية بحياتهم، وهذا اللي نحن منتمناه. يعني الله ينجينا من الوباء، بس نحن من دايما منقول أنه لا تكرهوا شيئا لعله خير عليك، فدايما نحن منحاول نستفيد وناخد الأمور الإيجابية من هال من هال إذا بدك بالوقت الحاضر من هالزربة. يعني أنا بفكر أنه أنا قاعد ببيتي مرتاح، بأكل ساعة البدي أكل، عم بقعد مع أهلي وكون مبسوط فيه بالغدا وبالأكل بالتحضير، بعمل اللي بدي إياه أنا ولو كنت داخل البيت. بس فكر بهالأشخاص يلي مصابين بهالوباء واللي محجورين، أهلهم مش عم بيشوفون، واللي خاصة لأشخاص حالتهم كتير تقيلة عم بيموتوا ما في حدا حدهم. يعني بمجرد أفكر بهالتفكير قول يا عمي هالأشخاص وين أنا وينهم هن، يعني أنا بنعمة بالنسبة لإلهم. فعدا عن مثلا كمان شغلة تانية اللي هي بالنسبة لإلي هالأشخاص يلي حقيقة مسجونين، لو 15 سنة بنطلع بخاصة عنا بلبنان أشخاص يمكن مظلومين محطوطين بهالسجون، بنطلع بحالي أنا قاعد مرتاح على تختي على الصوفة تبعي مرتاح، عم بشتغل على الكمبيوتر، بيكل ساعة البدي، بيكل البديه، بطلب البديه، بوقت أنه هالأشخاص حقيقة عم بيعانوا إن كان بالصيفية من الشوب أو بالشتوية من السقعة. وين أنا؟ يعني معلاه إذا أنا بهالوقت ما بدي انحجر وأضبط حالي وحاول أني يكون عم ساعد لعدم انتشار هالوباء أكتر وأكتر، ساعتها معلاه قدام بدي يكون قدام عم ينحكى أنه مش قادرين بقى نتحمل وإلى معلاه نفكر بهالأشخاص يلي قطعوا واللي بعدهم عم يقطعوا وعم بيعينوا، وساعتها بنصير حقيقة قادرين نحن نقبل وضعنا أكثر. وبرجع بقول طالما الله معنا فمن علينا؟ أنا قادر من خلال حياتي وين ما كنت كون مرتاح وكون مبسوط لأنه ربنا معي. أبونا بس عندي سؤال بعد يمكن تنختم معك، بيجوز الناس اللي بتحب تعترف بهيدي الفترة أنه تعترف على التليفون للكاهن؟ عم بسمع أنه في البعض عم يعملوها، بس هيدا الشيء ما بيكسر شوي سر الاعتراف؟
بالنسبة لإلي أنا كنت يعني لحديد هلا إني في 3 أو 4 طلبوا مني إنهم يعترفوا من خلال الهاتف. التليفون. هلا إني أنا بعدني لحديد هلا إني عم بتمنع، لأنه بحسب تعاليم الكنيسة لازم يكون في عدة أسباب، مش بس إنه الاعتراف المباشر وهالأشياء، بس فكر إنه قديس البابا عطى غفران كامل للعالم كله، وخاصة للأشخاص يلي ممكن يغادروا هالحياة بسبب هالوباء أو بسبب آخر ماتوا خلال هالفترة، فهن بينالوا غفران كامل. أما الأشخاص يلي رح يخلصوا من هالوباء ويرجعوا لحياتهم الطبيعية مضطرين يرجعوا يعترفوا. نعم. بالنسبة لي إذا طالما قادر أفتح مش بس سبيكر، قادر افتح كمان شوف هالشخص اللي عم يعترف قدامي، ببين اذا كان صادق واذا كان حقيقه بدل عن توبه، وطالما هو عم يطلب مني انه يعترف مني انا تأمن عنه الاعتراف. نعم. بعده هالسؤال كبير، وكنت سالته على جروب الكهنه اذا ممكن يكون في مجال، لانه في كتير عم يسالوا. بالنسبه لإلي انا ما عندي مشكله، بس بعد ما عملتها بوقت انه في احد الكهنه قال انه انا صارت مرتين معي شخص عايش بالسعوديه وبده يعترف وما في عنده كاهن، بس عنده خطيه على ضميره ما عنده كاهن هنيك يلتقى فيه، قال له يا ابو يا معلم اعترف وانا بعطيك الحل. يعني احيانا بدنا نكون كمان نحن اريد رحمه لا ذبيحه. نعم. أبونا أنطوان دويهي رئيس رابطة الكهنة بلبنان وخادم رعية طبعا غبيلة بكسروان، شكرا لها. أنا كنت خادم رعية غبيلة. كانت بنتمنى لك كل التوفيق بمهامك الجديدة على كل حال. شكرا لك أبونا، ميرسي كتير، والمسيح قام من هلأ.